جدع. لا لا عزيز اللي مش عارف. بالنسبة لنا وبالنسبة قدر أكبر من يومين. برلماني مصري يرد على تصريحات إبراهيم عيسى حول لبس نساء الصعيد المايو. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو غير راضي عن إبراهيم عيسى ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد الغير راضيين عن إبراهيم عيسى. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. برلماني مصري يرد على تصريحات إبراهيم عيسى حول لبس نساء الصعيد المايو. قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مصر البرلماني مصطفى بكري إن نساء الصعيد والأرياف أشرف من أن يتقول عليهن أحد، وأضاف في تدوينة الله على صفحته بموقع تويتر: عندما يتقول هذا الإعلامي عن أمهاتنا وجداتنا في الصعيد ويقسم بأنهن كن يرتدين المايوهات فأقول له كفاك كذبا وتقولا على عباد الله. تابع: تتقول عليهن أنت وغيرك، أرجوك وأنت من الأرياف قل لنا رأيت من يخرجن بالمايو أو في المكان الذي ولدت فيه، رحم الله أمهاتنا. كان الإعلامي إبراهيم عيسى قال في برنامجه حديث القاهرة: لو أنت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من عام 70 لحد 75، أنا أؤكد لك أنه في صورة لجدتك بمايو وصورة لوالدتك بالمايو. إذا كنت فين بقى؟ في المنية، في الصعيد، في سوهاج، في أسيوط، في بلطيم. أضاف عيسى: وأحب أقول لك إنها لا كانت عاصية ولا كفرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك وأختك. وتسبب التصريحات عيسى في هجوم شديد عليه أن نساء الصعيد ومصر خط أحمر ولا يجب التحدث عنهم بتصريحات مثل المايو. تامر عبد المنعم عن تصريحات مايوهات نساء الصعيد إبراهيم عيسى: